السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي ظهرت أسفل الشاشة، واللي ما يقدر يتصل بينا لأي سبب كان الرقم الأخير الجوة ومخصص لبرنامج الواتساب. أتمنى تكتبون لنا رسالة نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. لا حد يزعل من عندنا، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، فاللي دق وما نجاوبه ترى ما نسمعه وما يبيننا، فقط للرسائل. فهاي التنويه نحب نقوله للناس. مشاهدينا الكرام، نبدي ملفاتنا، وأول ملف ويانا هو ملف معاناة ذوي المعتقلين خلال زيارتهم لمواجهة أبنائهم بداخل السجون الحكومية. هذا الموضوع حكينا عليه هواية، بس احنا هسه فصل الصيف والعالم كله يعرف اللهيب اللي موجود بالعراق واللي يشوفوه العراقيين بهذا الفصل، وبهالأجواء الحارة مئات الأطفال والنساء مفترشين القاع بسجن ميسان بلكت يشوفون أبنائهم وذويهم المعتقلين اللي يعانون من أوضاع مأساوية وإهمال من قبل إدارة السجن. الأهالي يقولون إن هم نايمين ومفترشين القاع قدام مبنى السجن لمقابلة ذويهم، بينما سمحت إدارة السجن فقط للنساء أن يطبون للمقابلة أو المواجهة، وما راعت ارتفاع درجات الحرارة أو التعب أو المكان اللي ما بيه مكان مخصص للناس تقعد به، بالوقت اللي تصاعدت به تحذيرات من انتهاكات لحقوق ذوي المعتقلين. فخلونا نشوف شلون كانت الصورة بالذات بسجن ميسان. تفرجوا. شايفين العالم شو وين قاعده؟ على القاع. بهالاثناء نطلع من سجن ميسان نروح الى سجن التاجي. عندنا لقطات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تبين لكم الحال المزري للعائلات اللي تتجمع قدام سجن التاجي سيء الصيت واللي ارتبط اسمه بقضايا التعذيب. يعني عمليات التدقيق الأمني موجودة بس ما لطول ساعات وبشكل مذل، واللي قالوا الأهالي إنه هي عملية إهانة مقصودة إلهم. هاي اللقطات تبين لكم الصفاف الأمهات، أمهات المعتقلين وغالبيتهم من كبار السن، دا ينتظرون سراهم بعمليات التدقيق الأمني على أمل أن يلتقون بأحبتهم داخل السجن، وهاي العملية بها إنهاك لهم لعائلات المعتقلين قدام بوابات السجن، واللي تصير بالتوازي ويتفشي حالات التعذيب جوا أروقة السجن بهدف إجبارهم لولدهم على أن يعترفون ويوقعون على جرائم معينة هم ما مسويها، أو بهدف ابتزاز أهاليتهم بالفلوس. خلونا نشوف. احنا بالطيحان، هاي مات بالطيحان، عشان مش مسوين بهم جوا ضامنين فيها. حالة تداقف ناقص لا أسئلة تعرف شو ما يوصل لهم. يعني ارجع واقول لكم كلمه انا قلتها هوايه بهالبرنامج، ترى السجن مؤسسة إصلاحية حكومية، لما يكون عندك متهم ثابتة عليه التهمة بكل الطرق الصحيحة، تحقيق، محاكمة،
شهود انه صحيحه هاي، مو تعذيب، وماخذين الاعتراف عنا بالتعذيب. اكبر عقوبه له انه انت فقدت حريته، انه انت كلبشته وخليته داخل السجن وسديت عليه باب حديد ما يقدر يفتح الباب الا بامرك انت. هاي اكبر عقوبه، بس ما من حقك تحرمه لا من اهله ولا من ناسه ولا بالاتصال بهم ولا من الاكل ولا من الشرب ولا من العلاج، بل على العكس. خصوصا ديننا يقول لك العدو اذا تاثر بحرب ما يصير الذله، فما بالك بابن جلدتك. هذا اللي دا يصير بهم بالسجون. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من فيسبوك زمن عبود يقول زوجي او تقول زوجي مسجون من 2006 وهو بسجن الناصريه محكوم اعدام باثر دعوه كيديه، واهل القضيه طالبين مليار حتى يتنازلون عن القضيه، واضافه الى ذلك انه اعترف اثناء التعذيب الشديد. وابو مقتدى المحمداوي يقول بالسجن اشرف من الحراميه بالدوله، الحرامي يحتمي بالقانون والفقير ينحكم. وام عصام تقول نطالب بالعفو العام واطلاق سراح المعتقلين المظلومين. ورائد يقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم، وعلى كل من الحكومه ومن النواب والامن الوطني بالتحقيق عن السجناء، نطالب عن السجناء بالعفو العام وعن الجميع من السجناء المظلومين. اكو تعليق الى الاخت زمن تقول انا زوجي مسجون من 2006 بتهمه كيديه، واللي هو اعترف نتيجه للتعذيب، والطرف الثاني يريد مليار ويتنازع عن القضيه. زين بلا زحمه، الحكم اللي اخذته شلون؟ وهو دا ينتظر انه اهل الطرف الثاني يقولون لهم لاداره السجن نفذوا الحكم؟ لا، شنو هالدوله هاي؟ ابو عمر من الناصريه حياك الله. السلام عليكم عمي فهد. عليكم السلام ورحمه الله. الله يحمي وياك ابو عمر، تشريني، شلونكم؟ شلون صاحبكم؟ هلا بيك يا الغالي. طبعا بالنسبه هاي العائله الخطيه اجتها دعوه كيديه. نعم. زين ذولا يجيبون العالم، يعني هذا لا عليه شهود وكل شيء ما مسوي، يجيبونه من الكتل عيني. نعم. من الكتل يعني يقتلونه، تدري تعذيب، هذا تعذيبهم هم. نعم. يعذبونه خطيه، وهذا شو يسوي يعني؟ يعترف. هو كل شيء ما مسوي طبعا. نعم. هو كل شيء ما مسوي، بس اسمعني انا، طبعا هنا ما عندنا حقوق انسان بالعراق. نعم. معدومه يعني الدول هاي هسه الدول، هذا حق السجين ما علي ادله، اكو محاكم اطلعه زين، يعني الا ما علي تهمه البشر، ما علي تهمه، وهذا يعني بريء اطلعه. اتنايمه بالسجن؟ شنو اتنايمه بالسجن؟ انا لا اعرف هناك الدول هاي يعني يتحمل مسؤوليه المواطن اذا صار به شيء ساعه واحده يتحملها، لان شنو؟ اكو قانون. هنا ماكو قانون، هنا حشاك حشا وحشا. قادكم خليني اسمع الشعب العراقي، هذا قانون مال عفطيه يسمونه. نعم. هذا قانون مال سريه. نعم. مال سريه، مال سفله. قال ولا هاي حكومه ميليشيات اجت بهذلت الشعب العراقي. نعم. والله العظيم بهذلت مبهذله، يعني مشكله، حطموا العراق برمته زين، الشعب البلاد يعني مشكله ذولا. انا ما شايف هيك حزاب، يعني مشكله هاي. نعم. يعني جاي يتحكم فيهم دول زين، يعني جاي يجيبهم من الشارع ويسجنونهم. قالوا يعني هذا ما قلت هذا شنو خطيه زين، يعني شنو هذا مصيره بالسجن؟ انت محقق وياه الى ادله الى تصوير، يعني شنو باي ذنب انت جايبه وذابه بالسجن؟ قال ولا عمي كافي والله كافي، يعني هاي يعني اول وطيد ولا اهله جاوا يراجعونه، يعني جاي تينون، يعني تينون حتى اهله. نعم. يعني جاي تيني انا المواطن. نعم. فعلوا مو صح، اهان المواطن، يعني جاي يزور ابني يعني بالسجن، يعني مشكله، انتم مشكله زين، يعني جاي تهينون الشعب زين. هذا السجين من حقه اهله يجون الى فتره يجون يواجهوه، هاي الدول موجوده. نعم. ابو عموري، ابو عموري اذا تسمح لي اني يعني اعتذر منك، بس صدقا عندي اتصالات هوايه اريد اخذهن وياي. شكرا، شكرا لك. رعد من كركوك حياك الله يا رعد. اني اعتذر منك يا رعودي، واذا تقدر ترجع لنا انقطع الاتصال وياه، ارجع انه هاي واحده من مساوئ العراق اللي يدفعون فلوس على شبكه وعلى غفله ينقطع الاتصال وياه مثل الكهرباء.
ابو هاني من الموصل حياك الله. الو ام وعد. ام وعد من الموصل. ام وعد حياك الله. ام وعد الذي كان مشترك معكم من زمان على القناه، بس راح اذكر رقم ما جاد خبركم. نعم. يا ابو نسالكم على العفو العام، النتيجه شلون؟ والله مليان من العيش مليان. نعم. يا اخوي شلون يعني شلون؟ الطريق بعيد يا اخوي، ام وعد فلوس تبهدلنا اليوم 6 سنين، احنا ما خلينا حاجه بالبيت ما بعناه. نعم. ما تلقون حل، كل ما تجي حكومه نقول بلش هذا احسن من ذاك وبلش هذا احسن من ذاك، والله ملينا من عيش. نعم. واطفالنا لا عندهم جناسي، لا درسوهم بالمدرسه. ليش؟ واني حرمه كبيره يا اخوي، ما ليش ما عندهم اوراق ثبوتيه ولدكم؟ ما مثل ضايع البيان مال الطفل من التحريض، ضاع البيان. وضاع البيان يعني شنو؟ ما يطلع لكم واحد؟ 10 ورقات، إيه لا ما يطلعون. تعال سوى اثبات نسب وقال على المحكمه على بغداد ومدري ايش يا اخوي، ما عندنا احنا منين نجيب؟ درسنا الولد 10 15 يوم وطلعوه من المدرسه، انتم وعدكم مستمسكات، منين نجيب مستمسكات؟ نعم 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 واضح. يا اخوي اريد العفو العام، الله يرضى عليكم، نشكر قناتكم، انتم اللي قالت تصدر مناشدتنا، الله يرضى عليكم ان شاء الله. وصلت ان شاء الله، الله يسهل امركم ان شاء الله. شكرا شكرا اخوي. شكرا اخوي اريد العفو العام، اريد عفو عام. تمام تمام وصلت وصلت يا أمو عاد وسمعوك، وهذا واجبنا تجاه شعبنا العراقي، لا شكر على واجب. شكرا شكرا لك لاتصالك. رعد من كركوك رجع لنا مره ثانيه، حياك الله يا رعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ شلونك؟ هلا بيك يا الغالي. استاذ انا ما عندي مشكله، بس عندي راي. ايه ما عندي سجين الحمد لله والشكر، بس عندي راي يعني استعرض على وزاره العدل. ايه يعني إعادة جرد البيانات السجناء، شوف ياه البريء وياه المكتخ دم بالأراغين، هذا لا من حقه ينسجن مزيان أو ينعدل، بس أكو هواي أنا أقول لك 90% أبرياء أكو. مو هي هاي المشكلة يعني أخ رعد، أنت قلت يا هو تلطخ دمه بأبناء العراق، هذا حق يبقى بالسجن، لكن المشكلة انه اكو هوايه من المسجونين هسه وقعوا على جرائم ان هم قاتلين بالتعذيب، هم ما مسويها. الدليل على ذلك اكو قضيه اذا تتذكرها اخويا رعد، طلعت بزمن مصطفى الكاظمي، طلعوا واحد على اساس قاتل مرته، ورا فتره اكتشفوا انه مرته عايشه وهو مسجون بتهمه قتل مرته. بلى. اي إذا أمكن اسمعني من التليفون أخويا. أي كمل لي. والله هو كل الصوت والهذا صوت الحكومات المتعاقبة يعني. نعم. كل صوت الحكومات المتعاقبة. إذا قبل تذكر 2012. ألو. أي وياك. تذكر ب 2012 صار هروب السجناء من تصفيات كركوك، من بغداد، الدوره، من صح الموصل، ذولا دواعش اللي طلعوا. نعم. دواعش، زين يعني احنا العراق ما نعرف شو نقول. نعم. نعم. شكرا شكرا لك كرعودي. أعربوا مواطنين وناشطين ببغداد عن قلقهم من ظاهرة تزيد يوم على يوم، وحكينا عنها يعني، هي ظاهرة الاستيلاء على الأراضي المخصصة للدولة أو للوزارات بالدولة، وظاهرة الاستيلاء على الحدائق العامة، وتحويل ذني الأماكن هي المناطق الخضراء تسمى بمخططات المدن إلى مشاريع تجارية واستثمارية وعقارية، مجمعات سكنية ومولات. أكدوا مدونين وجود نوايا لشركة عقارية أن تزيل بيوت عايشين بها ناس ومحلات يعتاشون من عندها ناس حتى يبنون شقق سكنية، هذا كله دا يتواطأ ويا عصابة بداخل شركة السكك الحديدية اللي تتبع وزارة النقل. المدونين شو يقولون؟ أنه أكو قاع مسجلة باسم وزارة المالية، وأكو عصابة تزوير بداخل شركة السكك الحديدية مسؤولة عن بيع هذه القاع اللي تملكها منه وزارة المالية. فتخيلوا انه
موظفين بوزارة يبيعون قاع مال وزارة ثانية حتى شنو؟ حتى يفلشون اللي موجود على هاي القاع ويبنون عليها مشاريع سكنية. تعالوا نشوف. نرجو منكم مساعدتنا بهذا الموضوع وكشف على الجهات المتنفذة بهذا الموضوع، علما تم اخبارنا بدون سابق انذار بالاخلاء خلال عشرة ايام لهاي الارض اللي هي تابعة لوزارة المالية، انه هي كانت تابعة الى السكك، بعدين انباعت الى امانة بغداد، بعدين تم كردها وتنظيفها وتم تبليغنا بالاخلاء خلال 10 ايام فقط. يعني هاي العالم استاذ وين يروحون؟ هاي العالم الفقرة، هاي العالم الكادحة، الطبقة المهمشة. هذه المحلات والمنازل السكنية تابعة على وزارة المالية، علما كان مستغل لها دائرة السكك. رسالة إلى رئيس الوزراء، هاي الدور السكنية والمحلات تم إبلاغنا اليوم وإخلاءنا خلال 10 أيام لبناء مجمع سكني، شركة اسمها حول الخليج، مستثمرين أكراد متنفذين، جهات متنفذة، هناك صفقات فساد، راجين مساعدتكم وتدخلكم الفوري، علما هاي الأرض تابعة إلى المالية وموقعها الجغرافي كرخ المركز أمام دراج العلاوي أمام المتحف. هاي قاع تتبع الدولة إلى جهة معينة، جهة ثانية تتبع الدولة، باقة القاع مال هاي الجهة الأولى اللي تتبع الدولة وباعتها بكيفها. بهالأثناء كشفت مصادر صحفية تهديد الميليشيات والقوات الحكومية لهواية من أصحاب القياعين الزراعية بمناطق حزام بغداد. ليش؟ حتى يفرضون سيطرتهم على هاي المناطق. المصادر تقول وأوضحت أنه هاي الميليشيات وقوات وزارتي الدفاع والداخلية بيشتغلون حتى يطلعون أصحاب الأراضي الزراعية من هاي المناطق حتى يغيرون هويتها الديموغرافية. ليش؟ لأنه هم يردون هذا الشيء. شلون يسووا؟ هددون المواطنين مثل اللي يصير أقضية الطارمية، التاجي ونواحي شمال بغداد وصولا إلى الديجيل. بهالأثناء داهمت قوة مشتركة منزل مواطن سبعيني شايب بساعة متأخرة من الليل بوحدة من مناطق شمال بغداد حتى يضغطون عليه ويتنازل عن القاع الزراعية اللي هو يملكها بالقوة، فضلا عن اعتقال مجموعة من أولاده وأخوته حتى يضغطون عليه ويوافق. نساء من المنزل ناجذوا أن يلقون حل وحد لهاي التصرفات المشينة اللي ما تراعي حرمة إلى الدور وساكنيها بخطوة تدلل على انعدام القانون، حينما يتم دهم منزل صاحب قاع وينكل به حتى يجبروه أن يترك القاع اللي هو يملكها تحت تهديد السلاح. خلينا نشوف اللحظات الأولى إلى لحظة اقتحام منزل صاحب الأرض. محمد الشياع السوداني ومحمد الحلبوسي وعبد الأمير الشمري. المرة قلت لكم إذا ما تلقوا لنا حل وترجعوا لنا زلمنا وتخلونا عايشين أنتم مو زلم. فهاي رسالة من هاي الأم لكم، أنا ما لي علاقة بس حبيت أنقل لكم إياها. ومن شمال بغداد نروح إلى جنوب بغداد وتحديدا منطقة الدورة الزراعية. أكو فيديو تم تداول مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بهذا الفيديو اللي راح نشوفه صاحب مزرعة اعترض شخصين، الشخصين مدنيين ما لابسين زي عسكري، عندهم سيارة حديثة، دا يفترون بالقاع ماتة ودا يستطلعوها
ليش؟ لأنه يردون يصادروها وراء ما قالوا أنه هم يتبعون الدولة ويدنفذون أوامر عليا. خلونا نشوف. دولة أشيلكم مو هذا جايين يطبون بالقياعين يقولون إحنا دولة ونجي نشيل بكيفنا. شوفوهم زين، هاي رقم السيارة، يقول أنا دازني وزير الداخلية مدري وزير الدفاع من دازك، جايين باسم الدولة. شوفوهم يلا بسرعة منا يلا، دولة جايين والله احنا دولة جايين نجي ناخذ قاعكم بكيفها. يقول لاني دولة دزتني الدولة عليك، وين الدولة؟ ادي اشوف شنو هالانفلات هذا الصاير عندنا. باعوا، هي الدولة تاخذ قياعين من الناس تصير، شو وقت تصير؟ تصير لما تكون اكو خطة لتوسعة المدن، خطة مدروسة ويبنون او يرسمون مخطط الى مدينة جديدة، ويكون من ضمن المخطط أن يفتحون شارع أو يفتحون مدرسة، ويكون من ضمن هاي المخطط أكو قياعين تابعة إلى أناس. فالدولة شو تسوي؟ دولة تروح عليهم سلام عليكم سلام يابا، إحنا قاعكم نريدها نشتريها منكم أو نعطيكم بمكانها بالمكان الفلاني ونبني لكم بيت نسوي لكم شغلة بحيث يعوضوهم القاع اللي هم أخذوها من عندهم. وفي بعض الأحيان وهواية أكو ناس ما يقبلون، والدليل إذا دورون الصور اللي موجودة في اليابان، أكو جسر مبنى والدولة اشترت الطريق أو العمارات اللي موجودة بداخل الخط هذا أو بنص الجسر، عدا عمارة صاحبها رفض يبيع، انجبرت الدولة أنه تبني جسر مفتوح من الوسط والعمارة بنص الجسر. ليش؟ لأنه الأخ رفض يبيع، بس جماعتنا ما يريد يبيع، لا نروح نشيله وهو عمره 70 سنة ومريض، برفض يبيع نروح نجيب له سيارة حديثة وبيها اثنين ويقولوا له احنا دولة وغصبا ما عليك تطينا القاعة. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من علاء الفرطوسي يقول يأخذون رواتبهم من الدولة ويستولون على أملاك الدولة بقوة سلاحهم واللي هو أيضا من الدولة ويحاربون بالدولة، مهزلة. ومخلد العتاب يقول كل من يقلد ولاية الفقيه لا يعترف بالعراق لا دولة ولا مؤسسات، ويبقى ولائهم الإيران لو تنطيهم بالشهر شتياً مو 1.5 مليون. جميل علي، الدولة هي من شرعنت لهم وجودهم وتمدهم بسلاح وأموال لمحاربة الدولة نفسها، وهذا لا يحدث إلا بالعراق. ورائد جبار يقول هاي دولة أحزاب وليس دولة واحدة، ولهذا وزارتي الدفاع والداخلية ضعيفة جدا، والأهم من هذا كله كل ضابط كبير ولاء للحزب اللي ينتمي إليه وليس للبلد. فتخيلوا الناس شلون عايشة بحيث هاي تعليقاتهم على الموضوع. أبو علي من بغداد حياك الله. الله يسعدك سالي. ويسعدك يا غالي. شلونك سالي؟ هلا بيك. أنت من ساعة قلت راح على العرف العام. أيه؟ يعني عفو عام على القتلة المجرمين. سمعت أنا إيش قلت له؟ لا سمعت. سمعت أنا قلت كلمة، قلت المجرم الحقيقي مو اللي موقع بتعذيب، المجرم اللي يثبت عليه الجرم بشهود وأدلة وقضاء عادل، مو محكمة صورية ويطب واحد موقع على ورقة اعترافات بالتعذيب من الكتل ويحكموه، هذا يبقى، بس البريء ما يبقى. وقبل فترة أخوي أبو علي طلعنا صور إلى شخص تم تصفيته بداخل السجن على الرغم من أنه القضاء العراقي حكم له بالبراءة، وظل بعد البراءة 3 أشهر بالسجن لأنه أهل السجن يردون فلوس من أهله. نعم. الو الو وياك طيب أزل. نعم دخلاتي. ها الو الو وياك يا اخي. جد شهداء 7 ملايين شهيد، خلي السنة الثالثة نقبل خطأ زين. اتحداك اذا تقول عدم الدواعش وتنظيم القاعدة، اتحداك اذا تقول. تتحداني اقول شنو؟ اعدام الدواعش. احنا نطالب من الدولة اعدام الدواعش اللي قتلوا الناس. لحظة لحظة ابو علي 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 لحظة 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 لحظة. تقول لي انا اتحداك، انا ما اريدك تتحداني، تعرف ليش؟ لان انا مستعيل اوقف ويا تنظيم ارهابي، هاي رقم واحد، متفقين؟ انت تقول تنظيم الدولة ما تقول عصابة. من هم؟ تنظيم الدولة اخويا اخويا انا دا اقول لك تنظيم ارهابي، متفقين لو لا؟ لا
لا أقول عصابة والعصابة والميليشيات همينها عصابة بل؟ والميليشيات همينها عصابة الميليشيات اللي تقصد بيهم احنا حمانة الحشة حمانة حمانة من الدواعش بس اخوي ابو علي يعني هسه انت مشلب اوكي 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 من رخصتك من رخصتك نعم. البريء اللي موجود بالسجن شنو رايك هذا بقاء بالسجن انت شفتهم طبيت عليهم قال 30-41 30-41 تمام معناته إيه؟ معناته معناته ابو علي اخواني اهالي المعتقلين نعم. أهالي المعتقلين وأمهات المعتقلين اللي موجودين بداخل السجون واللي ولدكم دا يتعذبون وأنتوا دا تقولون إنه ولدنا دا يتعذبون وأنتوا دا تشوفون المر أمام السجون حتى تواجهون ولدكم أبو علي يقول ولدكم كلكم قتلة وولدكم إرهابيين ويستحقون القتل هذا اللي يقوله أبو علي نعم 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 شكرا 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 أبو علي أم عمار من ديالى حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله شلونك اخويا هلا بيك يا غاليه انا ما اعرف شنو موضوع الحلقه اليوم بس حبيت اتدخل بان الاراضي اللي جات تنسرق عين هاي. عينك احنا باقوا بعدنا مستوصف من وعينا عدني هذا المستوصف موجود نعم كبار صغار نعم يعني تروح عليهم ده كم يوم ويعني نص منطقه كل المناطق المجاوره تروح عليها نعم المحافظ مثنى التميمي اخذ واخذ الشارع واخذ نص المستوصف وفلش المستوصف وسواه جراج مال سيارات الصف المول مالته يعني الشارع والمحلات اللي كانت عايشه عليها العالم زين كلها اخذها واخذ بالنص المستوصف وبعدين فلش المستوصف خلاه جراج المول زين هيا دوله اللي تفلش مستوصف ويعني كل المناطق على هالمستوصف من السبعينات مبني هو نعم زين يسووا مول ليش المول احسن من المستوصف زين هاي يعني بوق عيني علني وما حد مقدر يحاسبهم نعم اما بالنسبه للمعتقلين شو وقت ما ايران توافق على العفو العام المعتقلين يطلعون نعم وقت ما ايران توافق نعم وانا اشكرك شكرا لكم الله عمار اخوي ابو علي بالنسبه الى قضيه تنظيمات ارهابيه مستحيل نذكرها اصلا بالقناه لانه احنا لا وياها ولا نريدها وسبب دمارنا هم اللي جابتهم إيران ودربتهم إيران تنظيم الدولة الإرهابي وأكو فيديوهات هواية على هالموضوع وطبوا إلى المحافظات العراقية بأمر إيران واللي رجعت إيران بمساعدة ميليشيات الحشد حتى تحرر هاي المناطق وراها انجبروا الناس على وصمة عار انبصموا بها وهم ما لهم علاقة واللي قبل شوية متصلة تقول لك ولدي انولده وما عندهم أوراق ثبوتية لأن ما عندنا نطي هاي رقم واحد رقم اثنين بالنسبة إلى المعتقلات فالقضاء العراقي هو يقول لك أنه أكو تعذيب بالسجون ووزارة العدل هي تقول لك أنه أكو تعذيب بالسجون وأكو هواية اعترفوا على نفسهم بالتعذيب ومن ضمنها واحد حكيت عليه قبل شوية بكربلة بزمن الكاظمي اللي انسجن بتهمة قتل مرته وهي مرته عايشة وهواية ناس انسجنت بتهم قتل وراها طلعت بريئة عفنا من الموضوع نطلع إلى قضية التعليم ووزارة التربية والتعليم العالي والتدمير اللي دا يصير بالتعليم وزرع الطائفية بنفوس التلاميذ واللي هي أكبر جريمة بحق الإنسانية طبعا كل عام دراسي إلا ومنصات التواصل الاجتماعي تنزلنا وصفات صادمة مقاطع صادمة لتكريس الطائفية إضافة إلى تمجيد شخصيات متهمة بالإرهاب عندنا مقطع مصور إلى طاقم إدارة مدرسة الصناديد بالبصرة جبروا التلاميذ أن يؤدون التحية إلى قائد فيلق قدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس اللي قتلتهم غارة أمريكية خلال توزيع نتائج نهاية العام الدراسي الحالي وهاي أكبر جريمة بحق الإنسانية وبحسب ما ناقلته مواقع التواصل الاجتماعي مدير المدرسة قيادي بوحدة من الميليشيات ويشتغل أن يبث السموم مال الطائفية بين صفوف التلاميذ بدون محاسبة من قبل اللجان الرقابية ولا من قبل اللجان التابعة إلى وزارة التربية ولا من الوزارة نفسها ولا من البرلمان ولا من رئاسة الوزراء تعالوا نشوف
واحدة من أصول الديمقراطية بالعراق. أولاً شنو هذا بالقفص اللي قاعدين أجلكم الله يتفلون عليه؟ بعدين تلاميذ شنو علاقة بأبو مهدي المهندس وبقاسم سليماني؟ ذولا جهال، ذولا صغار، ذولا تلزمهم وتعلمهم رياضيات، فيزياء، كيمياء، دين، تاريخ، جغرافيا، وطنية، زراعة، عربي، إنجليزي، ذولا تعلمهم دروس، ذولا تعلمهم دروس وتعطيهم الحرية بالاختيار. يكبر إذا كان العراق ديمقراطي مثل ما أنتوا تقولون، ذولا يختارون بكيفهم، ذولا تبنوا لهم بيئة صحيحة يطب يدرس ويطلع وينجح ويشتغل وما أعرف شنو. من يكبر يختار، مو تجي تعلمه بهالعمر. هذا ايش قد عمر الواحد؟ 15 سنة، 14 سنة، 13 سنة وراها وبعدين. زين من يكبر هذا ايش ربيت بيه؟ طبعا بعض المعلمين بداخل المدارس ينتاجون طقوس حزبية وطائفية، يعني هدفها هو تجهيل الأجيال الجاية حتى يخدمون بها الأجندات السياسية الخارجية. باعوا المصايب. عندنا مواقع التواصل الاجتماعي رواد هالدولة ومقطع إلى معلمة لغة عربية دا تسوي درس أو دا تنطي درس عن حرف الحاء لطلابها بصف الأول ابتدائي، يعني ذولا عمرهم 6 سنين بيهم الشم واحد 7، وإذا أكو ناس كاسبة بيهم الشم واحد عمره 5 سنين، يعني قاطبتها من 5 لـ7 سنوات. تحولت الحصة إلى جلسة لتعليم طقوس اللطم، خطوة أثارت الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بين غاضب وبين مستهزئ وبين ساخر. تعالوا نشوف. دولة طلاب صف أول ابتدائي. تعرفون شو أتذكر من أشوف هاي الفيديوهات؟ الحملات الصليبية. كل العالم تقول على الحملات الصليبية أنه هي حملات معتدية، لأنه جبرت الناس أن يغيرون من أديانهم أو يعتقدون باعتقاداتهم ما موجودة عندهم. طلاب أول ابتدائي شلهم علاقة بالموضوع؟ علميهم مخرج الحرف الحاء من يطلع منه، شلون يلفظه، شنو الكلمات اللي بيها حاء؟ هذا تعليم هذا؟ زين المنهج الدراسي مالتهم شنو؟ كاسية ياخذون؟ باسم الكربلائي يمتحنون بي؟ ناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من رعد الكناني يقول التعليم في خطر، حسبي الله ونعم الوكيل. وعلي دوح البيضاوي يقول آخر مسجدات عملية تربوية، هذه أول خطوات الصحيحة لمسار التعليم، فالمخرجات ممتازة. وينك يا وزير التربية؟ فعلا اللطم والنوح مطلوب على التعليم بهاي المرحلة. وناصر الزبيدي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحمه ويكون في عون الأجيال القادمة. إذا كانت المعلمة وهي القدوة والنموذج للطلبة للطامة، وبدل ما تعلمهم العلم تعلمهم اللطم، حقيقة شيء محزن. وأبو علي العبود يقول الجيل القادم إلى الهاوية. فكانت هاي تعليقات الناس حول هذه القضية. عبروا عراقيين عن امتعاضهم من تهالك منظومة الكهرباء ويا حلول شهر أو فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. هذا السبب مشهد انقطاع التيار الكهربائي واستمراره وسقوط الأعمدة والأسلاك الكهربائية نتيجة للعواصف، هو سيناريو لإخفاقات الحكومات اللي تعاقبت على حكم العراق وبعدم حلها إلى معضلة الكهرباء المستمرة والاكتفاء بالوعود الكاذبة. وأشهر وعد حسين شارستاني لما قال أخلي الكهرباء 24 ونصدر. مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي انتشرت عبروا بها العراقيين عن حزنهم وسخطهم من انقطاع الكهرباء وسوء الصيانة والرقابة من قبل الجهات. هاي بابل مناشدة لأهالي حي الضباط بالمحاويل اللي يقولون إنه إحنا ما عندنا كهرباء بسبب الأعمدة اللي واقعة. تعال نشوف. خلي شوف مدير الكهرباء قطاع المحاويل هاي بحي الضباط حسن جعفر، هاي صار لهن يومين
لا اجى مسؤول لا من الكهرباء ولا قام مقام ولا اي بشر وصل لهنا. هاي ثلاثة يوله واقع، ذاك مكسور، هذا واقع، هاي الوايرات بالقاع، هاي واقع حتى على السقيفة مال العالم، هاي بالقاع. وخابرنا قام مقام وصلت رسالتك وراح يجونك ولا شفنا حد. هاي وين هذا التيل هم واقع مشلب هيس على الشارع، هذا شارع 20. تعرفون اذا انقطع واير شو يصير؟ تصير مصايب. مقاطع ثانية أظهرت سقوط هواية من أعمدة كهرباء بناحية غماس بمحافظة القادسية بسبب العاصفة الترابية الأخيرة. تعرفون تمطر الدنيا تغرق المدن، تصير عاصفة ترابية توقع الأعمدة، تعرفون الشغل بالعراق كله تلزيق. فلهالسبب بدنا نشوف هاي الصور. السكان طالبوا بإيجاد حل إلى معاناتهم بسبب الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي، وانتقدوا التجاهل الحكومي لمناشداتهم الهواية بشأن صيانة الأسلاك والأعمدة الكهربائية، الشيء اللي اضطرهم إلى ربطها بجذوع النخل. تعالوا نشوف. ناحية غماس هاي كهرباتنا تاهوها وقعت من العية وياي نشد على العمداع على الجذوع. مشينا للدولة. إيه. مشينا للدولة نريد نشتكي، قالوا ماكو لا عمداع لا عندنا شيء. مشينا ناحية غماس. مظلومين. هذا مدير الناحية مال غماس الخزعلي قال أنا أسوي لكم كهرباء، هاي كهرباء هاي العمدان مقطمة. هاي العمدان وقعت مقطمة وخايسة. شوف لا في ناجين لا هاي أخوي. بس لا تعطل هاي نوعها كلها خايسة أخوي ومقطعة عرفت. وهذا كدينا على النخل كدينا كهرباتنا منطقة أبو بلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. عرفت؟ تابع الناحية غماس. غماس ما طولك انت مالك في دول. هو هيك الحكي؟ وهاي الفلاجي تكسر التحاشيق كان الموعد. هاي شوف هاي كذا وقعت. كذا وقعت من ورا العجة. شوف من ورا العجة. عرفت هاي الفلاجي تكسرت. مدرسة سياجة يريد يوقع يحطون جذع نخلة. كهرباء العمود يوقع يحطون جذع نخلة. خايف لا باكر عقبه نرجع إلى البناء القديم بزمن ال 1200 وال 1300 ونبني بيوت من طين ومبنيه من جذوع النخل. على كل هالسبب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما شافوا هاي الفيديوهات الهوايه رجعوا نشروا مقطع مصور تم تصويره بوقت سابق، حتى لا احد يجي ويقول لكم هذا قديم، احنا نقول لكم. بس هذا اللي الناس اللي روجت له بهاي الايام هي دائره كهرباء قضاء الحويجه بمحافظه التأميم عفوا، استخدموا عربانه. العربانة يجرها أجلكم الله حمار، ويستخدمون هاي العربانة بعملية إصلاح المحولات الكهربائية والأسلاك اللي تنقل الطاقة الكهربائية. هاي الخطوة قابلوها الناس بسيل من الغضب والسخرية. تعالوا نشوف شو سوية سابقا شو استخدمت مديرية كهرباء الحويجة. الساجة تجيب نامر عمل تطلع على مغذى الحويجة ولا تطلع بالوصل. اطلع على مغذيه الحويجه ان شاء الله، عندنا صيانات بايته ومرج خلع. اي محوله المضايف يا صنع يا عاطل. لازم نشتغل غير محوله. والله محوله الزيتون هذه عاطله هنا على مغذى الثوره، عندنا محولات عاطله على مغذى الحويجه. وسياره ماكو؟ وسياره ماكو، هسه خابروني جماعه مغذى القاده هم محوله عاطله. ايه ايه ايه. واني قاعد ادافع عن ديرتي وادافع عن دايرتي لان ما عندها سياره، وعندنا هالامكانيه هذه هجح شهاده تكرمون. ايه. قاعد نطلع بيه صيانة ما خبر العالم طاقة. انت هسه جاي فزاع. انا جاي فزاع. تعيش بارك الله. لا انا بالدايرة. هذا جور يوم انت جور يومي. جور يومي بالدايرة وصار لي 5 سنوات واستلم 150,000. وعندي شهادة مال ثالث متوسط وما ضافوا لي اياها لحتى الان. انا السؤال اللي ارد اطرحه سابقا لما تم تصوير هذا الفيديو ودائرة او مديرية كهرباء الحويجة استخدمت هاي العربانة اللي جرها اجلكم الله حمار. الحمار هنا يستلم راتب من مديرية كهرباء الحويجة؟ زين شنو وظيفته؟ مهندس نقل؟ لو مهندس صيانة كهربائية؟ صلوات على محمد. كل شيء نشوف بالعراق الجديد، عراق الديمقراطية. فأبو دولام الحلي يقول ولكم وين وصل بينا الوضع؟ ما شاف وزير الكهرباء، والله خجلتونا بين العالم بس سرقات ونهب، يجب على الوزير فصل مسؤول الكهرباء بالحويجة.
محمد سرحان، هذا حال وزارة الكهرباء في العراق العظيم. صرفت مليارات للوزارة طيلة 20 عام مضت وهذا تاليها. عافية بلد، ايش وقت يجيك واحد ينطيك حقك ويرحم شعبك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أحمد العقيد يقول حسبي الله ونعم الوكيل بالعراق بلد الحضارات، هيك يصير بيه، والله مع كل الأسف. وشاب الجبوري، والله كارثة، كركوك مدينة الذهب الأسود ما بيها سيارة لنقل معدات صيانة الكهرباء. واحد من التعليقات يقول يجب عزل مدير كهرباء الحويجة لأنه استخدم هاي الطريقة. خوية، بزمن المالكي عينوا ضابط قائد عمليات بالغلط، هو قالها وفيديوهات صحيحة موجودة تقدر تشوفها، قال له أنت تعينت قائد عمليات بالغلط. ليش؟ لأنه اسمك بيتشابه أسماء ويا واحد ثاني اسمه عبد الأمير الشمري، المفروض هو يتعين مو أنت. تخيل عزيزي المشاهد أنه اللي تعين بالغلط كبر وصار وزير داخلية هسه، فما بالك مدير كهرباء احتمال تلقى وزير لأنه استخدم أجلك الله أحمر. حرق الغاز المصاحب للنفط هو واحدة من المشكلات اللي مستمرة من سنة 2003 لحد الآن بسبب الفساد واعتماد العراق على الغاز الإيراني بتشغيل 40% من محطات الكهرباء على الرغم من الأسعار المبالغة بغيرها من الغاز. الكهرباء دا يتعرض إلى انقطاع مستمر والعراق يدفع فلوس إلى غاز على أساس دا يصير كهرباء بالعراق. الحكومة الحالية تعترف أنه هدر أموال العراق نتيجة حرق الغاز المصاحب مستمرة من غير أن تتخذ أي إجراء لوقف هذا الإهدار اللي هي تقول عنه، إضافة إلى ما تشكله من عمليات خطر على البيئة وحياة المواطنين، هي واحدة من أبرز عوامل التلوث البيئي اللي دا يصير بالعراق. هاي الاعترافات ما صار بها أي تحرك حقيقي، على الرغم أنه الواقع يقول بس عراقيل متعددة تعيق إنجاز هذا المشروع من قبل أطراف خارجية وداخلية ولائها إلى دولة الأرجنتين، وكلها تعمل على إفشال استثمار الغاز على الرغم من أن المشروع راح يوفر مليارات للعراق ويوقف عملية استيراد الغاز من إيران. ولهالسبب قسم التواصل الاجتماعي سوالنا إنفوغرافيك عن الفساد في حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط. من الغاز إضافة إلى تصدير كميات عالية من الغاز السائل. خريجين الطبية والكليات الطبية والمهن التقنية طلعوا بتظاهرات سابقا وقلنا عندهم تظاهرات جديدة، واليوم عندهم تظاهرة أمام المنطقة الخضراء هددوا بتصعيد سلمي إذا استمر تجاهل السلطات الحكومية المطلبهم. ولهالسبب وجد وسم تصدر ترند العراق اللي هو مظاهرة دفعة 22، وجبنا لكم بعض التغريدات منها. عقيل جعفر يقول لا مساومة على الحقوق، لا مساومة على تعب 16 عام دراسي. ومرتضى عدنان يقول حقوقنا خط أحمر وعلى الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعيين خريجين المهن الطبية والصحية وشمول كل الخريجين حسب قانون 6 لسنة 2000.
وياسر، تعيين ذوي المهن الطبية هو حق مشروع لكل متخرج من المجموعة الطبية يطمح في العمل في مجال اختصاصه. وسعد يقول نطالب اللجنة المالية بشمول جميع خريجي ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية بالدرجات الوظيفية بدون استثناء وفق قانون 6 لسنة 2000 وقبل اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري. نتمنى الإنصاف من قبل اللجنة المالية بأسرع وقت. كانت هذه التغريدات كلها وأغلبها على هاشتاغ مظاهرة دفعة 22، وكان هذا كل ما موجود في جعبتنا اليوم لحلقة صوتكم. عندي رسالة على واتساب تقول السلام عليكم، ماذا بشأن المعتقلين في السجون السرية؟ والله نفسنا تنق وماكو نتيجة بعد ما نتحمل. العراق لازم تتجمع وتتحرك ضد هذه الطغمة الصفوية التي ترمي العراقيين في السجون لحد الموت. وأبو علي يتكلم لأنه عمل واحد بوجهين، هو عبارة مثل داعش والميليشيات، هم وجهين لعملة واحدة تمشي سوق إيران بالعراق فقط. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة باكر. انتظرونا، في أمان الله.